مش كفايه انك انت تشتم وتهاجم، لا تصدر غيرك في مشاكل صحيح ومش في اخلاقياته ولا في سياسي، ان انا صحيح اتراشق صحيح وازود من الفجوات، بالعكس ده مش دوري ابدا. صحيح. انا ما عنديش يا ابراهيم تويتر خالص، مالكش اي حساب على تويتر؟ مش موجود؟ لا 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 لا، ما عنديش حساب. انا ما اعرفش، انا خايف الحاجات دي، يعني ما بعوش حاجه، بسال الناس، لكن انا ما اعرفش ان انا اخش. وبعدين انا من امبارح وانا في هذه القصه، يعني امتى انا لا اتفرجت على ماتشات ولا عرفت نتائج غير الصبح، واخد بالك، وانا داخل طب على يعني بعد يعني امتى عملت الكلام ده؟ فما يعني كلام سخيف وكفايه شر بقى وتويع بين الناس. وقلت لك قبل كده الذين يختطون على موائد الخلاف ايوه، موجودين يقتتون على موائد الخلاف فعلا فعلا. طبعا. المصلحه ان الدنيا تبقى لضمه في بعضها، وهم اللي بيستفيدوا وبيغنوا المغانم كلها. فلا انا ما عنديش حساب على تويتر، وتيك كير يعني. كان لازم دي تتضح بشكل، لانه من فعلها في المنطقه ديت يا باشمهندس يمكن ان يفعلها مع اخرين. كل شويه هيلاقي عايز يخبط المهندس موجودة. عدلي ويفتنه لا مع اطراف، هتلاقي ده كويس قوي انه حد من جمهور الاهلي انتبه ليها واستغرب ان ده يكون موجود فبعته لي. لما سالت حضرتك قلت لي انا لا انا ليا حساب ولا انا متواصل ولا عارف حاجه. يعني بص، انا سالت حد بيفهم في الكلام ده، قال لي مجرد ما واحد بيصور معاك صوره يروح يقدر يعمل لك حساب، ويبقى الحساب ده بتاعك ويكتب باسمك. هذه جريمه في اي حته في العالم، لو ثبتت بيتصاحبها وبيتسجن 3 سنين. انا ما اعرفش هذا القانون مطبق هنا ولا لا، لان لو اكتشفت انه مطبق هنا انا هعمل كده. طب ده لو ده حساب موجود، ده حساب موجود باسمك وصورتك، هل عندك نية ان انت تتحرك فيه قانوني؟ ما انا بقول لك لو ثبت انه القضاء يعني بيلاحق هذا الجرم، يعني هو جرم مش سهل، هو حتى يعني صحيح. سيبك من احنا في رياضه، صحيح، لكن ده ممكن يخرب بيوت ويوقع عائلات في بعض ويبتدي طار، يعني جرم خطير، مش صحيح شويه صحيح. يعني صحيح. فهشوف والله مع المعنيين اذا كان هذا الامر يعني نقدر نتواصل في النتيجه، وكل واحد يعني يتلقى حسابه، مش هتوانى على اني اعمل كده. يعني هترفع ده لجهات مختصة؟ طبعا هتحرى، ما هو هل احنا مجرمين هذا العمل؟ هل طب هو مين؟ هل نعرف نجيبه؟ واعتقد ان نعرف نجيبه، يعني دي ابسط شيء يعني. صحيح. اذا كانت محتاجه اذن نيابه انا هروح نيابه، يعني هي المساله يعني كفايه عبث في علاقات الناس وحتى الصوره الذهنيه بتاعتهم. صحيح. يعني انا بسيبك من دي، ده ممكن واحد يحط لك انت خبر يقفلوا بيوت. صحيح يعني مش صحيح. هذا ما ينفعش يعني. ليس لي حساب يا استاذ ابراهيم ولم اكتب شيئا. كده تكون وضحت الحقيقه، والف الف سلامه يا باشمهندس وسلامه لم عينيك. لم اكتب شيئا ولم اصرح بشيئا حتى قدام حد. صحيح. الف سلامه عليك، وترجع لنا وانت عينك حمراء كمان ان شاء الله. ربنا يخليك. شكرا جزيلا للمهندس عادل القيعي، واعتقد اطمنتوا على حاجتين، على صحته الحمد لله الجيده بعد عمليه بسيطه في العين، ان شاء الله تعالى في حلقه الاثنين يكون موجود معانا، وعلى هذا الموقف الغريب انه حد يعمل لحد اكونت او حساب على تويتر باسمه وبصورته ويتولى الاشتباك مع كل الاطراف باسمه. فاذا كان فعلا الامر هنا يمكن ضبط الحته الرياضيه منه، فما أدرانا أنه يتحرك في أي اتجاهات أخلاقية أخرى مسيئة للشخص، مسيئة لرمز كبير، مسيئة حتى العلاقات بين الناس. فنتمنى إن شاء الله، أنا عارف جدية المهندس عدلي في ملاحقة هذا الأمر قانونا ومع الجهات المختصة، يتم ضبط هذا العابس اللي بيسعى لهذه الفتنة الحقيقية. طيب ده الوضع الإعلامي على السوشيال ميديا بموبقاته اللي ظاهرة لحضراتكم، لكنه كمان